بدون المقدمة المعتادة، بدون تشويق أو لحتى البروتوكول. اليوم غادي تكون حلقة مختلفة تماما وجد عاجلة، ما جايش باش أنا نعود لكم قصة من قصص الناس كيف ما عودتكم. اليوم جاي نتكلم معكم في قضية حصرية أو بالأحرى جريمة اللي تقترفت في حق بنت مغربية في الجزائر. التفاصيل اللي جاية غادي نعود لكم بالبراهين والحجج من فيديوهات وأوديوهات اللي غادي نشارك معكم، اللي تقدر تولي هذه القضية اليوم هي قضية رأي عام. إذا انتم معكم توني صاحبة الحلقة اليوم شابة في مقتبل العمر، ما لقاتش اللي يوصل الصوت ديالها للسلطات المعنية بالأمر، ما لقاتش اللي يعاونها باش أنها تعتقمل الجريمة اللي هي غرقة وسط منها دابا. من فضلكم غادي تلقوا أي حاجة في يديكم حاليا وغادي تركزوا مع حلقة الليلة اللي بغيتها توصل لأكبر فئة منكم، بغيتكم تفاعلوا معها باش نعتقوا هذا الروح، لأنني أؤمن وبشدة بلي أنه مواقع التواصل الاجتماعي عنده قوة هائلة. فهذا الشيء اللي غادي نعود لكم كيدر فعلا في القلب ويعتبر جريمة اللي تقدر ترتكب حق إنسان غير هو عفاكم. قبل ما غادي نبداو في التفاصيل نتاع الحكاية، إذا حداكم شي وليدات صغار ما كنصحش أنهم يسمعوا هادشي اللي غادي نقول، لأنه غادي نستعمل بعض الألفاظ اللي هي غتكون كبر من السن ديالهم، حيتاش أنا مضطرة نقل لكم الواقع المر كيف ما نقلته ليا صاحبة القضية ديالنا الليلة. أنا معها ماشي سميتي الحقيقية، ولكن ما بغيتش الناس اللي كنعرفهم انهم متبعين هذه القناه يفضحوني عند امي اللي ما عارفاش ليومنا هذا الحقيقه من غير السطحيه اللي عندها هي واللي غتكتشفوها معايا. انا كبرت وسط واحد العائله اللي هي فقيره، الاب ديالي مطلق من الام ديالي ومزوج وعنده وليداته وفي العالم ديالو واحد اخر بعيد علينا تماما، يعني ما كاينش. الام ديالي كبرتنا بالخبز اللي كانت كتفيق الصباح بكري وكتعجنو وكطيبو وكتخرج تبيعو للناس. انا ذاك كنت كنقرا حتى وصلت للسبعة وضريت باش انني نخرج. ماما في الاول عتبتني، علاش بنتي ما باغا تخرجي؟ امي راه نفس الكسوه كنمشي بها والبنات كيبداو كيضحكوا عليا في المدرسه، والاعدادي راه ماشي هي الابتدائي، كيبقوا عليا يا المسخه يا الفعله يا التركه. صافي يا بنتي انتي تعرفي ديري اللي بالك. باقا كنعقل منين درت 15 سنه بديت كنخدم، خدمت في المعمل ديال الزيتون، في المعمل ديال الحوت، خدمت حتى في القهاوي. غادي نضطر انني نخرج انا نخدم، ماشي عليا ولكن باش مامتي وخوتي يعيشوا معززين مكرمين. كنت كنخدم، شي كنصرفوا وشي كنجمعوا، الاعياد ما كنتش كنكسي راسي ورغم صغر السن ديالي، كنت ديما كنفضل انني نجمع دوك الفلوس باش نحقق واحد الهدف اللي انا مازال ما كنتش عارفاه. المهم كنت كنخبي لدوائر الزمان وصاف. بقيت كندبر على خدمه ولقيتها في واحد المعمل ديال الكروفيت، فبقيت خدامه 6 شهور حتى قاصني الحساسيه في يدي ومشيت خدمت في قهوه، واخا تماره كنوض في الصباح وما كنجي حتى الليل. كنت فرحانه حيت فاش كنت كنتخلص التالي ديال السيمانه اولا ديال الشهر كنفرح خوتي بشي حاجه اللي كانت بسيطه، وكنلقاهم تيبغيو يطيروا من ديك النشاط بحال ما عرفتش شنو جبت ليهم اولا عطيت ليهم. اذا كانت كسوه كيلبسوها ويفرحوا بها، واذا كانت ماكله كينوضوا يطيبوها ويتباهوا بها. من بعد خدمت في باتيسري اللي غادي نطول فيها بالشهورة، وكنت داخله سوق راسي خدامه وحانيه راسي، اذا شي حد سولني على شي حاجه كنجاوبو، وخدمتي كنديرها وتنخرج حانيه الراس. واحد خينا تما كان شاد لاكاس في الباتيسري كان غير حاضيني بصمت، حتى لواحد النهار جا لعندي وقال لي راك كتعجبيني امها. قلت ليه خويا انا جايه هنا باش نخدم على مامتي وخوتي وهادشي كامل الله يخليك ما عندي ما ندير به. فعلا انا ذاك ما كان عندي حتى شي هم من غير انني نخدم على خوتي ويكبروا انهم ما محتاجين حتى شي حد ما يدقوا باب حتى شي حد. هو ديك الطريقه باش قلتها لي يمكن كانت قاسحه، المهم ما عجباتوش فبقات يشري صداع مع مولشي. بقيت مده وبقى تيقول ليه راه ما كدير وكتفعل، وانا قسما بالله اذا ما كان فيا داكشي اللي كان تيقول. بقيت من خدمه لخدمه من دار لدار، والله حتى الميناج ودرته وبديت كنعيا. بقى صغيره ولكن صحتي بدات طيح عليا، درت 18 سنه ودرت واحد ديبلوم وبديت كنخدم في الشركات وبديت كناخذ واحد السالير اللي هو شويه محترم، درت 18 وشي حاجه نقولوا حنا قربنا ندخلوا في 19 سنه. بانت ليا بلي انا وخوتي تيكبروا والوضعيه الماديه ديالنا غاديه وكتزير، وانا ذاك جمعت 7 ديال المليون. واحد ولد عمي اللي بقات ما بيناتنا وبينو صله واليوم اموره اللي هي مستقره كان قال لي بلي انه حرق، قال لي انه مشى للجزائر واحد 17 اليوم، من بعد مشى حرق لاوروبا
وسهل عليه مولانا. سولته كيفاش درتي، قال لي راه هاد الناس الفلان الفلانيين هما اللي صفتوني وعطاني نمرتهم. وهنا جاتني حتى انا الفكره باش انني نحرك، مشيت عند ميمتي على نيتي، بقيت نقول لها امي خليني نمشي لتما، راه تما راه اللي دازت عليا هنا ما كانتش سهله، وراكي عارفه بنتك راني قاده راني راجل. في الاول رفضات، حاولت انني نقنعها بلي منين حليت عيني اميمتي وانا تنخدم خليني دابا نمشي باش نعاونكم ونهز خوتي صغار ونوجد لهم لمستقبلهم وما يكبروش مكرفسين كيف تكرفست انا، ويضطروا انهم يخرجوا من القرايه بحالي باش يخدموا. قنعتها واقتنعت بالحاله ديالنا اللي اذا ما خدمتش ما نقدروش نعيشوا. انا هضرت معاهم بالمختصر المفيد، قالوا لي غادي توصل للجزائر وغادي نتعرضوا لك بحال اختنا، غادي تجي تجلسي في واحد الدار شي يامات مع شي بنات اللي حتى هما عندهم نفس الهدف بغاو يحرقوا، واذا طولتي كاع غادي تجلسي غير شهر، واكيد الماكله والشراب على حسابنا وما غادي يخصك حتى شي خير معانا. فرحت وبداو كيتفتحوا البيبان قدامي، قلت الله يا ربي غادي تفرجها عليا قريب. كان خاصني مبلغ ديال 5000 درهم، دبرت فيها وصوبت الباسبور ديالي وقطعت الطياره ب 8000 درهم، جبت معايا 1000 درهم في جيبي والحريق كان ب 6.5 مليون اللي كنت جامعه فيها 7 ديال المليون. وانا ذاك ما كانش ممكن انني نمشي مباشره للجزائر، فلقيت انه خاصني ندير ليسكال هو الاول في تونس، وداك الشيء اللي كان. جيت في شهر 9 نتاع هاد العام للجزائر، علما انني عمرني ما سافرت بعيد على دارنا ولا حتى خارج البلاد. اول تجربه كانت ليا هي هذه، وهنا غادي تبدا اكفس ايام حياتي. جيت ما كنعرف حتى شي حاجه، وغير كتهضري تما كيعرفوك بلي انت مغربيه، كاين اللي كيتعامل معاك وكاين اللي لا، كاين اللي كيزرب عليك في الثمن. وهنا انا غادي نكمل 19 عام، وهنا غادي نتصدم. ما تعرضوش ليا، وفاش دويت ليهم قالوا لي شدي طاكسي واجي البلاصه الفلانيه، اما الدار الزوينه اللي وعدوني بها حتى هي ماشي بصح. غادي ندوز النهار الاول في خربه في واحد الخلا في واحد العروبيه، وديك الدار كان ساكن فيها واحد الكوبل اللي كل نهار كيدابزوا مع بعضياتهم، وداك الزوج زعما كان تيسكر. لقيت 6 ديال البنات في بيت واحد وانا هي 7. انا غادي نقول لدوك البنات يلاه نزيروا دوك اللي جابونا، راه اذا بقينا هنا تقدر توقع شي حاجه ولا مرت هاد السكيري غتمشي تشكي به ويجيو البوليس ويجمعونا كاملين. هما ما بغاوش، انا خرجت وقلتها لهم، انا صافي راني بغيت نرجع لبلادي. قالوا لي علاش؟ قلت لهم ما نقدرش نقص في هاد الدار، وهنا غادي يديوني لدار واحده اخرى مع بنات واحد اخرين. شحال من ليله كيقولوا لينا غادي تخرجوا دابا باش اننا نمشيو لاوروبا، وكنمشيو كنبقاو كنجريو في الغابات. في التالي تيقولوا لينا الدوله راها جايه غادي خصنا نرجعو. انا بقوا ديك المشيه اللي كنا كنتمشاو رجليا كانوا كيديروا لي القيحه عزكم الله، ومع انا داك النوع اللي ما تيهضرش واللي ما تيدافعش. كانوا معايا 4 ديال البنات في هاد الدار الثانيه، زوج منهم سهل عليهم الله حيت كانوا موقضات وقاصحات بزاف، اما الاخرى كانت كتخرج ديما للزنقه. حتى لواحد النهار تلقاو مع البوليس وعرفوها بلي انها مغربيه، داروا الكونترول وطلقوها، ولكن بقات مراقبه حتى المره الجايه وغادي يشدوها وغادي يحكموا عليها ب6 شهور ديال الحبس لانها حرقات. ودابا انا ما عرفش واش هي رجعت للمغرب ولا بقات ولا غبروها الله اعلم. الاخرى ما عرفش فين مشات، والاخرى حتى هي دخلت للحبس في المدينه اللي فيها انا دابا. فاش كنا مجموعين كل وحده فينا كانت شاده تقاره، حتى شي وحده ما كانت كتهضر مع الاخرى اولا كتشارك معها داكشي اللي عندها. كان داكشي فيه غموض بزاف، ما كنتش مرتاحه معاهم، ولكن كنت كنصبر راسي دابا يفرجها مولانا. المهم كانت الدعوه مزيره في الجزائر، بقيت واحد 4 شهور. دخلت لواحد لاصال مع رخيصه غير ب50 درهم، ومقابله صلاتي حتى عييت وما بانش ليا البلان، وبقيت بوحدي. وهنا حسيت بلي انا وشي حاجه راه كاينه، مع هضرتهم تبدلات وبداو كيدخلوا كيخرجوا في الكلام. بديت كنخمم وبدا كيطير عليا النعاس حتى كيصبح الحال. دويت مع قادر في التليفون وقلت ليه راه امي توحشاتني وراه كتبكي وراني بغيت نرجع. ها شنو قال ليا؟ راكي غايق؟ راكي لاباس؟ وين راكي؟ شوفي راني هضرت مع طارق، ماما مول حد غادي يركبك. ساي دويت للطرف الثالث عماد اللي فاش بديت كنسب فيه رجعوا ليا فلوسي. ها شنو قال ليا؟ ما ديت لك دراهم اختي والله ما ديت لك الف تعايري وكاع راكي مزروحه الله غالي. هذا الريفي هو سبب دراهمك اختي، تراحو هذا هو الريفي هو اللي يعطيك دراهمك اختي. وراني هضرت مع طارق وفهمته كلش، وراه صعد عيط لهذوك صحابي صحاب البحر فهموه باللي انا ما ديتلكش، بصح هذا الريفي هو اللي جاب الناس وما خلصش عليهم ودى الناس يمو الدراهم.
راني حكيت مع طريق وراه يعرفوا الدار تاع السيمو، دوك خالك يروح عنده للدار اختي دورو ما يروح لك. انا ثاني راني مزروح كتار منك، راني طايح في راس ما قدش نتمشى كاع. والله يا اختي انا مدي مع مريض شي دور لشي واحد، زامي دي الدرام لشي واحد كاع زامي قسما بالله. من بعد سد عليا ومشيت فين تنخدم ولقيتو تحول من ديك البلاصه. اما الريفي اللي تيدوي عليه فهو قادر، يعني الاسماء اللي غادي تسمعوا هنا انا ما متاكداش اصلا واش هما حقيقيين، واخا محطوطين في الفيسبوك ديالهم. المهم هذا الريفي اللي هو قادر قلت له يعطيني رزقي باش نرجع في حالي، قال لي راه حقا رزقك قضينا به واحد الغرض، طلعي السما ولا هودي. مشيت للدار اللي كنت كنعرفها انه ساكن فيها وما لقيتوش، ولقيت غير مرتو اللي عاودت لها شنو كاين، وغير باش نهددها قلت لها راه غادي نمشي نديكلاري. تخيلوا شنو غادي تقول لي. هو الاول دارت واحد الضحكه استهزائيه وقالت لي راكي في بلادنا وراكي حارقه وانت كنتي شريكه مع راجلي. صونات لي وغادي يجي لعندي هو واحد خوه لي ما عمرني ما شفته. جاتني هيستيريا، بديت كنضرب في صدري وكنقول رزقي يا عباد الله اللي دمرت عليه وتعبت عليه، عيب عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خوه اللي ما تنعرفش كان تيهزني وانا تنطيح ليه، ديك البروده نتاع الارض كانت كتجيني الرحمه ديال ربي، تنقول لي خليني وخليني، وفي عقلي كدوز سنين ديال التماره والعذاب والمبارد والوقيف وقله النعاس اللي خدمت ودمرت على دوك الفلوس باش خديتهم. طلعوني لواحد البيت في ديك الدار حتى تهدنت واتفقت معاهم على انهم غادي يرجعوا لي فلوسي. مشيت معاهم في الطوموبيل على اساس انهم يقلبوا على شي صاحبهم اللي اخترعوه من ريوسهم وما كاينش بلي انه خلاو عنده الفلوس. وهذا هو الفيديو اللي غادي نصور خليته كدليل انهم سرقوني. فيديها امين هذه الخضره تجيبها تسكن في وجده وجده وبعدين تكازا بجيتي كازا درتيس كافتول وتعوزي نرجع. حليتو معاك شحال كامل المغرب؟ انا كاينه بصح تقابلك غاليه شويه وحنا قلنا جزائري وصحابنا. سمعتي؟ انا قلت شوف اخويا هادشي كامل انت يا لا انت يا سيدي احنا ندير وما ديتش ياك اسمعني اسمح لي اخويا نص المغاربه راحوا من الوحر انا من انت ما ديتش ياك علاش سيدي من خلص بيه هذيك النهار الفلوس علاش ما تصيجوي سعيدة خلص بفلوسك باش تسلكنا من ديك الناس باش ما يقتلوناش علاش خليتوني على راسي تكذبوا عليا كل نهار يبدو غريب عليكم حسبي الله ونعم الوكيل بكم. في هذا الفيديو هنا فين غادي يقشعوني غادي يبدلوا الطريق اللي هي شويه بعيده وقلت لهم راه ماشي هي هاد الطريق للدار. قالوا لي احقا غادي نمشيو من طريق واحد اخرى غادي ندوزو على واحد صاحبنا واحد اخر يعطيك باش انك تصرفي علاش ما ندبروا لك غدا على فلوسك. حسيت بشي حاجه اللي كانت ماشي حتى لهيه. وهنا فين غادي نصيفط اوديو لامي بلي انه كلشي بخير اميمتي وغادي يديروا معايا شي حل لهاد الناس بلا ما تبرصطي عليا. بالعاني بغيت نثبتهم بلي انني راه كنهضر مع اميمتي وباش نخلي دليل عليهم. فاذا بيا كنتفاجئ بلي انهم هاد الوحوش بغاو يتعداو عليا. شوي غادي يحبسوا في واحد الخلا وتعفروا معايا باش انهم يحيدوا ليا التليفون ديالي. رميته في واحد الاتجاه ما شافوش باش نحافظ على الادله. قالوا لي شوفي عندك زوج ديال الحلول فلانه، يا غادي تمشي وما تزيديش تعيطي علينا حتى لربع شهور ولا خمسه ونردوا لك رزقك اولا ما غاديش يعجبك الحال. قلت لهم كيفاش ما غاديش يعجبني الحال؟ دابا نتوما دايين لي رزقي وشفتوني بنت وحقرتوني وبقيت كنلوم فيهم بدون تردد. شدوني بزوج بهم وقسما بالله اذا تكرفصوا عليا بجميع انواع التكرفيس. سمحوا لي ولكن غادي يتجرؤوا عليا وغادي يغتصبوني من الجهتين. اي حاجه طاح لكم على بالكم تعرضت ليها. تنطلب وتنبكي وكنغوت وكنزاوق العار راني باقا عزبه العار ديروا اللي بغيتو وما تضيعونيش في شرفي العار راني عزبه. ما تقولوش دوك الناس واش مسلمين داروا فيا في عين اليهود لا شفقه ولا رحمه. من بعد قالوا ليا اذا مشيتي ديكلاري راه حنا جزائريين وانت اللي مغربيه غادي تجيبيها غير فراسك وغادي تدخلي الحبس وغادي يصيفطوك. من بعد بداو كيهددوني غادي نديروا ليك وغادي نفعلوا ليك. هزوني بحال شي كلبه عزكم الله وطلعوني الطوموبيل وقالوا ليا راكي في بلادنا وعندنا صحابنا في البوليس وعندنا وعندنا وعندنا. فاذا مشيتي عند البوليس راك انت اللي خاسره غتمشي للحبس. فعلا غادي نسول ولقيت بلي انه اذا حرقتي في الجزائر كيعطوك 6 شهور ديال الحبس وكيرجعوك البلاد مظلوم ولا ظالم. طلبت منهم اراو لي عافاكم غير باسبوري باش نركب اولا عاونوني غير بشي شويه ديال الفلوس. قال لي يكون خير ان شاء الله رجعوني لديك الدار ما قد لا نتمشى ولا ندخل المرحاض عزكم الله. جاني نزيف اللي ما عرفش شنو السبب ديالو جاني الحريق في التحت نتاع كرشي وما قداش نقضي الحاجات ديالي عزكم الله. عطيتها البكا
وما قدرتش نقول الحقيقه لمامتي حيتاش غادي تهبل، وهذا الشيء اللي مخليني انني نعاود هذه الحكايه بسريه، حيتاش عندنا في جهتنا انه الشرف هو كل شيء. اسبوع من مور هذا الشيء تيقوني بلي انني ما كنتش كنقدر نتمشى، ذاتي كلها مقطعه بقوه العنف اللي تعرضت ليه. امي حد قلت لها راسها قول لي رزقي غير باش تصبر، كتبكي مسكينه وهي مازال ما عرفاش الحقيقه. كنحط راسي في المخده وكنبقى كنبكي، ما تسرطاتش ليا شنو وقع ليا. خداو ليا الباسبور في الاول وقالوا ليا اذا طحتي في البوليس دوي باللغه ديال وهران باش ما تبانيش بلي راك مغربيه ويديوك. من بعد اسبوعين غادي ندوي مع دوك الزوج الوحوش اللي هو قادر الملقب بالريفي وخوه، وقلت لهم داكشي اللي درتوه منكم لربي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا ما عنديش الحق نديكلاري هنا، حيتاش اذا ديكلاريت واخا جيت بالقانون وبالفيزا نتاع 3 شهور فاش سالات كنتسمى بلي انني وليت حارقه، وفي القانون ديال هنا اذا حرقتي يكون اللي كان غادي تضربي الحبس. طلبت منهم يعطوني غير 2 مليون والله يسامح في كل شيء، حيت واحد السيد عيط لامي كتعرفو كان قال لها انا غادي نشوف لك اللي حرقها من الجزائر الوجدة. لغد لي خصبحات عليا مولات الدار قالت لي خرجي، قلت لها علاش؟ قالت لي راه هضروا معايا دوك اللي جابوك وقالوا لي ما نقدروش نزيدو نخلصو عليها شهر واحد اخر، حيت ديك السيده فيها غير المشاكل. انا على نيتي بقيت كنعاود لها شنو داروا ليا، كان عند بالي بلي انا غادي تحن عليا حتى غادي تقول ليا هادشي كله صاري وانا ما في خباري ما نجيب. عافاك خالتي خليني نجلس شي ايام، خرجي عليا انا ما نقدرش على المشاكل. انا ما عنديش درهم هي تاليه حيتاش هما كانوا مكلفين بالمصروف وكانوا مكلفين بالكرا، خرجتني مع 10 ديال الصباح وبقيت كندور وانا ما عنديش في جيبي حتى الدرهم، ما لقيتش فين نمشي. غادي نعيط على امي عافاك انا مزوقه صيفط لي شي 500 درهم اذا عندك. قالت لي والله بنتي ما عندي. فاش قلت لها راني في الزنقه مسكينه مشات لواحد مول الحانوت اللي حدانا خداتها وعطاتها لواحد السيد تما وجابها لي هنا. قال لي مالكي يا مها؟ قلت لي غير على وديت الكرا وما قديتش نعاود ليه لا يفتحني عند امي اللي عندهم الشرف شي حاجه مقدسه. دبر لي في واحد البيت اللي في الليالي اللي كانت كطيح الشتا كانت كتقطر منه، ودابا غادي تكونوا كتشوفوه معايا في الفيديو. بالنسبه للدار اللي ساكنه فيها بيت شتا هنايا كتصب الشتا كيبقى ينزل عليا الماء من هنايا ومن هنايا. هانتي هنايا البانيويات فاش كيطيح عليا الماء هادوك واش عطاتهم لي السيدة حوايجي. سمحي لي كلشي مالباش معنديش الخاطر صافي هنا كنعس، هانتي تشوفي معندي لا بوطة لا والو، هنا ساكنين الناس هنايا. هنا عندي هاد البيت هادي دار المراوكه ديالي تاع الناس. حالته ما قدرتش عليه ولكن ما عنديش بديل، نضت نصلي وتنقول يا ربي دير لي شي تاويل ديال الخير، راني ما نقدرش نرجع لعائلتي بلا شرف وهنا ما عندي كيف ندير. لحنين لرحيم دازت يومين وبديت كنفكر في الموت وتنقول انا صافي مشى ليا شرفي ومشى ليا رزقي وخاصني ندير شي حاجه في راسي، خاصني نسالي هاد المهزله اللي انا فيها، ما كاينش اللي غادي يحس بيا. انا ما عنديش كيفاش غادي نرجع لبلادي، ما عنديش حتى الفلوس. كل نهار كنت نفكر انني ندير محاوله انتحار، في الاخير جاتني محاوله انني نصيفط لهاد القناه اللي عامره بالقلوب الرحيمه. ما بغيت والو، بغيت نسمع غير كلام زوين، بغيت اللي يوقف معايا اللي يقول لي انا معاك، حيتاش تحد ما عرف السر ديالي، ما عنديش عائله اللي توقف ضد شي تيار قدامي من غير ماما اللي ما بيديها حتى شي حاجه، من غير انها اذا عرفات القضيه ديال الاغتصاب غادي تهبل. فاش ما تلقيتش حتى جواب في الاول قلت اليوم صافي خديت قرار نهائي باش انني نحبس حياتي، ولكن هو الاول غادي نعيط لامي وغادي نشوف خوتي نشبع منهم حيت توحشهم. وعاوتاني تراجعت ما قدرتش، فكرت نقلب على خدمه، مشيت عند واحد مول الحانوت حدايا قال لي صافي خلي لي نمرتك دابا ندوي لك، خلاني حتى الليل وغادي يدوي ليا وطلب مني الحرام في المقابل، وانا ما نقدرش. ورغم هادشي اللي انا عايشه فيه وهادشي اللي تيخليني نقول علاش راني عايشه مشكل في وسط مشكل، شنو هادشي اللي تيوقع ليا؟ من الاحسن انني نهي حياتي اليوم. وانا تنعاود لكم حكايتي دازت على هادشي 30 يوم تقريبا، وانا اليوم ما تنعش بالليل ما كنعرف شنو ندير. نسيت ما قلت لكم بلي انه الغلط اللي درت النهار الاول باش انه ينقصوا ليا الثمن نتاع الحريق، قلت لهم بلي راه ما عندي لا با لا خويا باش يعاونوني، داكشي باش وصلت للمصل ديال اليوم استغلوا النقطة الضعف ديالي، ما كاينش شي راجل على كتافي انه يجي يوقفهم على حدهم. وهذا يا سادة الكرام كان الكلام ديال ماها،
ولكن اهم مرحله الله يخليكم هي هذه اللي غادي ندخلوا ليها دابا. مها علمتها بلي اني اليوم غادي ندوي معاها بالليل واحد المكالمه اللي هي شخصيه، ولكن اللي ما عارفاش هو اننا غادي ندويو على المباشر، ولي اول مره غادي نتجرأ ونديرها في القناه، لانه حكايه الليله هي قضيه جد خاصه وجد حساسه، فقررت انني نقربها منكم اكثر. نعرفوا شنو كدير دابا، كيفاش هي عايشه، وشنو كطلب منكم باش تدخل السلطات فانها تنقذها في اقرب وقت. السلام عليكم. دير اختي مزيانه بخير؟ الحمد لله سعيده من سمع صوتك. الله يحفظك الله يكبر بك. ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. اش كديري؟ كنسلك. شوفي دابا انت معايا مباشره في الحلقه ياك اللي كنصور اللي غادي نحطها غدا ان شاء الله، واكيد غادي نغير لك الصوت ديالك باش ما تبانش الهويه ديالك. غير هو عندي بعض الاسئله اللي بغيت الجواب ديالك عليهم من مباشره، باش غادي نشاركهم مع الناس. صافي غنسول السؤال شويه حساس، ولكن المهم ما بيناتنا راه حنا حيدنا دوك لي باغيير، تنهضروا صراحه في كل شيء. واش فايتك خديتي شي ماني حامل من نهار تغتصبتي؟ ربما انك تقدري تكوني حامله من نهار وقع لك داك الشيء ولا شي حاجه الله يحفظ. دابا فكرت فيها، فكرت حيت كنصراي داكشي في الليل، مشيت في الصباح لواحد الفرماسيه ما عندي حتى درهم، مشيت دخلت كاع مشيت قلت لها شوفي روحي، قلت لها اسم الصبالي اسم الصبالي اسم الصبالي، قالت لي شي متاكده كنتي عازبه، قلت لها متاكده، قلت لها دابا راني ايموراجي، لحقاش انا مور داكشي كنت ايموراجي سيمانه، قلت لها اختي، قلت لها شوفي عندك في الليل تليفوني في الليل كليويتي، قلت لها اختي عاد كاين شي حاجه مانيش باغي ندير شكايات، وكنت كنبكي والاخر، قالت لي واش راكي ايموراجي، قلت لها واه، قالت لي قلت لها راح والله راه من قدام حاشا اختي، وعطاتني واحد الكنينه فيها حبه، قالت لي انت شربيها، وعطاتني واحد الكنينه اخرى باش تحبس لي الايموراجي. دابا كيف الحاله ديالك الصحيه من غير انه الجوع؟ شوفي تعافيت بسوء التغذيه، وليت كنت تقيه وهاد الحاله، وحاشاك بعد ما فاش كندخل الطواليت من اللور ما كنقدرش. ومناش خايفه انت حاليا؟ خايفه عاود واخا ما عرفتش كيجيني واحد كيما قال حنا ما عنديش العائله هنايا، ما عنديش اللي يوقف معايا، فهمتي؟ يعني عندهم واحد القانون كاع بوحدهم، ماشي بحالنا حنا المغرب، تخرجي الدوري كيما كنتي جزائريه كنتي مغربيه ماشي مشكل، هنايا الا شدوك مغربي جاي واخا جاي قانون والفيزا ديال 3 شهور كامله لك، كيديو كيديروا كونترول ياكي، وكياخذوا النمره ديالك، كيصار لبنت صاحبتي كياخذوا النمره ديالك وكتبقاي مراقبه، وقت ما يشدوك كيجبدو خصوصا الى لقاوك جايه تحرقي ولا جايه داخله في هذه الامور ديال الهجره السريه، كيقصحوا بزاف، وهنايا عندهم البوليس بارسو فين مشيتي تلقايهم. انا غسميتك معها دونك غادي نبدا كنعيط لك كل مره معها ياك. الام ديالك انا كنقول في رايي والله اعلم بلي انا ضروري تعرف شنو تعرضتي ليه، انا عارفه بلي انه ماشي سهل انها تستقبل هذا الكلام ياك، ولكن خصها تعرف. نقول لك بلي انه ما خصكيش تخافي من انك تقولي الحقيقه وكيفاش امك غادي تاخذها، لانه ماشي انت اللي مسؤوله على هذا الامر، وقلتها لك قبيله، انت ما عطيتيش الشرف ديالك بيديك، انت تغتصبتي، انت تحيدات منك شي حاجه بزاز منك، انت ماشي خرجتي للزنقه ولا قلتي الناس انا بايعه راسي الى ما اخره، انت تحطيتي في واحد الحاجه اللي حتى شي حد ما غادي يبغيها، يعني انت معذوره، وحتى شي حد ما عنده الحق انه يحاسبك، حيتاش ما عندش حتى شي حد انه يتدخل في هذا الامر. سمحي لي انا، شوفي انا يا ما كبرت معاها بحال الصحابات، شوفي عمر قصيت عليها شي حاجه، ولكن حنا عندنا كبرنا في عائله اللي هي شويه قاسحه، كنقسم لك بالله العلي العظيم، الا عارفه باللي غير مشات لي الفلوس تقريبا كل مره كيديوها للسبيطار، قالت لي واحد الجاره ديالنا، قالت لي هاد المره جيت طالعه عندها، قالت لي لقيتها كتبكي وكتقول رزق بنتي مشى، رزق بنتي اللي خدمت علي شهادي مشى، فهمتي؟ ما بغيتش نوصلها، ما بغيتش نخسرها، مريضه بلا طونسيون، فهمتي؟ ما بغيتش نقول لها شي خبر اللي تصدمها، ما نقدرش. عارفه ما كي دايره، ما عارفاها كي دايره، ما تقدر تسطع، كنت حداها كنت كنخرج نمشي نخدم، كتقول لي بنتي حدا راسك، بنتي الا شفتي شي حد تابعك روحي هربي، فهمتي؟ ديما كتحكر على هاد القضيه هادي، واليومين هذا كتقول لي بنتي عندك تخرجي ويشدوك يشدوك فيك زمرضيت، كتقول لي عندك تخرجي يشدوك البوليس نقول لهم بنتي راه في الحبس، عندك تخرجي ويديك شي فضيحه ونقول لهم بنتي تكرفصوا عليا راني ما كنرضاش. معذوره معذوره. انا بغيت هاد الميساج يوصل للبنات والدراري، جلسوا حدا والديكم ما تريسكيوش، انا بقوتي شوفي ما كنعش في الليل كشي عام كنصيفط لك الميساجات، كنعس واحد الدقيقه وكنوض بالفاقمه، بقوه اللي بقى قاسم البنه دابا كنصور لك عينيا من الفوقين من الفوق ومن التحت، صافي عييت راسي بقى كيوجعني بقوه التخمام. شنو رسالتك من قصتك من غير انك كتطلبي الجميع انه يتعاطف معاك؟ يعني جلست وحده والدي كيما كان الحال بلادكم كتبقى بلادكم، والديكم خاطر تاكلوا نتوما وياهم الخبز والحليب
الحمد لله الحمد لله وشكره، عيشوا بالقليل. بلاد الناس ما ترحمكمش، الا كانت اوروبا زينه راه داك الطريق اللي كتوصل لاوروبا راه ماشي مليح. راه بينوا لكم هذوك الحراقه اللي كيخدموا، راه حنا مزيانين. اجيك خوتك راه فاش كتجيو كتلقاو وجه اخر، راه كيتكرفصوا عليكم وكيديو لكم رزقكم وكيبقاو يهدوكم وكتبقاو كيعيشوكم في رعب. كنتمنى حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا حتى هما راه عندهم البنات، هما مابغيش. شوفي داروا لي هذا الشيء، ما بغيش بناتهم يصراو الاسرار وما هادشي، حيت يقدر بناتهم ما يصبروش. انا كبرت في السكافيس شويه كنصبر، بصح ربي بغيت ياخذ فيهم الحق في الدنيا، في الدنيا بغيت ياخذ فيهم الحق. بنات الدراري جلسوا حدا والديكم، الله يرحم لكم الوالدين، جلسوا حدا والديكم وجلسوا حدا خوتكم وعيشوا بالقليل. جات شي حاجه قانونيه مرحبا، ما جات شي حاجه قانونيه جلسوا حدا والديكم. ما تريسكيوش براسكم وبشرفكم وبحياتكم وبرزقكم اللي خدمتوا عليه، خدمتوا عليه حياتكم كامله. كيجيو واحد يلا ولدات امه كيدي لك بالبارد. عنصريين بزاف، عنصريين لواحد الدرجه ما تخيليهاش، ما كيرحموكش. انا قلت لك المره يا تخرجتني، بقيت كنطلبها تعرفي. شوفي انا ما عمرها قلت لها حدا رجليها بغيت نسلم عليها. خالتي شوفي غير رحميني راه ما عنديش، غير رحميني. قالت لي قلت لك خرجي، هي خرجي. شنو بغيتي توصلي المغاربه والسلطات المعنيه باش انك تعتقي من هذه البلاصه؟ بغيتي نولي لبلادي، الباسبور يداو لي، الباسبور ماشي داو لي في الحادث باش ما نكونوش عاود انا ما نظلم حتى شي واحد. الباسبور داوه قبل لحقاش ضالي كنت كايه مع البنات كيقولوا كي لا جاو لكم عندكم باسبور غادي يعرفوكم غالبا، بعدا الا جاو طاحوا عليكم هضروا هضرتنا كيفنا وقولوا ما هزيش النكوه، ما كيقولها النكوه. داو لي باسبوري ولا كارت ديالي يعني خلاوني هكاك، فهمتي؟ شي حد من عائلتك، عائلة الأم ديالك ولا عائلة الأب ديالك ولا الأب ديالك، فين هما؟ صيفط لخالي كيعرف المشكل، قال لي حكا دوك نوقف معاك، دوك نوقف معاك، ما بقاش جاوبني. خالي جاوبني، وقفوا معايا خالي، خالي بوم دين وقف معايا، وقف معايا خالي، وقف معايا، راه ما لاقيتش رجال اللي يهضروا معاهم، راه ما لاقيتش رجال اللي يهضروا معاهم، حنا كنهضروا حنايا ما كيحسبوناش، تكونش ربي لما توقف معايا راني قورة أنايا. صليت لولد عمي اللي كان هو بعدا مشى قبل مني، قال لي شوفي بوتي دخلي على وجده، وكانت عندك الفلوس قال لي غادي نصيفط لك النماء ديال الدري يدخلك على وجده. قلت له الدري ما عنديش، سلف لي وهادي، ما بقاش كيجاوب. الدري اللي صيفط لي فلوس مشيت طلبته، قلت له مثلا انا الا بغيت ندخل من بلادي كتجي سهله، سير جيتي داخله وشد دوك العسكر ديال المغرب راكي مغربيه، بصح الا جيتي مثلا جيت انا مغربيه خارجه من الجزائر يعني كيخدموا معاك يديوك واحد البلاصه بعيده ويبقاو معاك الغابه الغابه حتى كتوصلي. قال لي واحد الثمن اللي هو شويه انا بالنسبه ليا غالي. قلت له خويا شوف، قلت له الا بغيت دخلني، قلت له حسبني بحال اختك، قلت له كل شهر نخدم نصيفط لك، قلت له كنقسم لك بالله كل شهر. قال لي اختي، قال لي انا اختي راه في الدار، قال لي بحال، قال لي اول حاجه انا ماشي خوك، اختي راه في الدار. قال لي بغيت فوق ما بغيتي تدخلي اي طيري، ما بغيتيش الله يسهل عليك. قال لي انا ماشي جالس كي براسي ونعرض راسي للحس باش انت تمشي لبلادك وانا ماشي حتى درهم، هكا قال لي. ما كيرحموكش خصوصا باش كيشوفوك بنت. كنقسم لك بالله ما عندي حتى شي حاجه، كنقسم لك بجلال الرحمن نفتح لك دابا القجر نصور لك، باقي لي ثلاثه ديال الضنونات وملفاي. كنقسم لك بالله العلي العظيم. انت اختي اميه، انتي هذا، انتي هذا، انتي هذا، ما نكتبش عليك. انا ما عنديش هنايا بوطه ولا شي حاجه باش نطيب ولا باش ناكل، فهمتي؟ انا اللي كاين قلتو لك حسبت بحال اختي والمؤنسه ديالي، كلشي عاودتو لك وربي راه شاهدي الا كتبت عليك في شي حرف ولا شي حاجه. انا عارفه بلي انا ربي، واخا كنقولها وكنعاود عليك بلي انا ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي ما عطاك هادشي الا وعارفك بلي انك قاده عليه. انا عارفه ربي بلي انا ما غاديش يخليك، سي فري كو حيد لك اب، حيد لك كتف بارد اللي تكاي عليك، بزاف ديال الامور، ولكن غادي يعوضك في حوايج حدا اخرين. سي فري كو انا دزتي محنه خايبه ما تبغيهاش لعدوك، ولكن ربي غادي يعوضك، غادي يعوضك خير ان شاء الله. غزاله ما شاء الله عليك، متقفه ورغم انك ما كملتيش قرايتك، مؤدبه ورغم انك عشتي من هذا الشيء كامل. انا ثيقه بلي انا ربي غادي يدير لك فرج ان شاء الله، وغادي توقضي من جديد، وهذا الشيء يبقى غير قصه وحكايه، وغادي تشافي ان شاء الله نفسيا وروحيا وحتى جسديا، وغادي تدخلي البلاد وغادي نشوفك ان شاء الله على خير. هذا الشيء انا ماشي تنقوله، ولكن هذا الشيء نتاع ربي، حنا ما نخيبوش ثقتنا في ربي، وربي باش ما تقسي فيه اكثر، باش ما غادي يعطيك اكثر من داك الشيء اللي بغيتي ان شاء الله. نبقاو متفائلين وغادي يكونوا خير ان شاء الله. كاينه شي حاجه اكثر من هذه؟ بالله عليكم شنو ذنب هاد البنيته؟ هي ماشي مسؤوله على شحال كات ولا علاش وقع لها هادشي كله،
اذا جينا نشوفوا الخبايا والحقيقه الاصليه باها لي مسؤول انه ما حافظش عليها وانه ما فكرش فيها لا هي ولا خوتها. كون كان داير الدور ديالو ولا المهمه ديالو كاب ما كانش مها تضطر انها تضحي براسها وتخرج تخدم على عائلتها وهي في مقتبل العمر. نزيدكم، حنا في قضيه اليوم ما عندناش مشكل مع الجزائريين، حنا عندنا مشكل مع اشخاص اللي هما معنيين اللي كاينين اشباههم في اي ارض في الدنيا. حنا ما كندويوش على دوله اولا على ناس كاملين، لانه بزاف ديال الجزائريين متبعيني وطيبين وكنعرفهم حتى شخصيا. راه كل بلاصه فيها الصالح والطالح، وحنا هنا ماشي باش ندويو خايب على هاد البلاد ولا اننا نهاجموها ولا حتى نهاجموا الشعب ديالها. حنا اليوم بغينا غير حل هاد البنيته اللي عندها عباد الله 19 سنه، عفاكم حسبوها اختكم ولا بنتكم، وكل شي شارك هاد القضية في مواقع التواصل ديالو. بغيت نقول لكم ديروا شي هاشتاغ اللي ينتشر، ما يمكنش لانه سميتها الحقيقية ما تقدرش تبوح لينا بها. بغينا تدخل على الاقل لبلادها، انا كنثق فيكم من بعد مولانا. ما تبخلوش على هاد القصة انكم تنشروها وما تدودوش عليها مرور الكرام وتخليوها. بغينا ندخلوا معها اقل حاجة نقدروا نديروا في حقها نرجعوها لبلادها. هي ماشي مسؤولة على هادشي اللي تيطرى فيها اليوم، كاينين بزاف ديال العوامل اللي هما مسؤولين باش هي وصلت اليوم لهاد الحالة. عافاكم، ما عمرني ترجيتكم وطلبتكم في شي قصة قد هاد القصة، لأنه فعلا قضية إنسانية وقضية رأي عام وقضية فيها بزاف ديال النقاط. أنا كنتسنى التفاعل ديالكم، اللي طاقانا في انستغرام غادي نعاود نشرو عندي في لاباج ديالي. كنتمنى يا ربي أنهم بعد هاد الحلقة نسمعوا شي خبر الخير عليها وتكون شي نتيجة، وما تدوش هاد الحلقة غير تدويزة غير بحال هكاك بحال شفنا شي فيلم وصف. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقاو بعد غدا إن شاء الله. سلام سلام.